بنرحب بكل أفراد الأسرة السودانية على برنامج الأسرة المثالية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، واليوم نتناول بالحديث العلاقات مع العائلة الكبيرة في رمضان. هل نحن قادرين فعلا على التواصل مع جميع أفراد العائلة الكبيرة؟ هل نمط الحياة في رمضان بيزيد من تواصلنا معهم أم بيقلل من درجة التواصل؟ هل تزيد الزيارات؟ هل هناك حميمية أكثر في الزيارات التي تكون في تلك الفترة؟ هل التواصل المطلوب حقيقة هو التواصل الحميمي أم التواصل المادي؟ هذه الأسئلة وغيرها حنحاول أن نجاوب عليها عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأسرة المثالية. بحب أرحب جدا بضيوف اليوم، سيف الرميلة وزوجته نشوة، وأزهري مرغني وزوجته شادية، ومحمد الفاتح وزوجته صفية. أهلا بكم كثير على برنامجنا، وأنتم اليوم نماذج لأسر سودانية. حنتناول هذا الموضوع بالنقاش، ودائما كالمعتاد يكون معنا دكتور معز شرفي المتخصص في الاستشارات الأسرية والنفسية. مرحبا بكم كثير. بداية حنتكلم مع سيف الرميلة وزوجته نشوة. نشوة، يعني عرفنا انك انت من بداية حياتك الزوجية استقرتي مع اهل زوجك، ويعني السؤال اللي حابة أبدأ به، هل ده كان التخطيط لحياتكم منذ البداية أنه تبدو في بيت الأسرة، ولا كان ظرف مادي حتم عليكم منذ البداية هذا الوضع؟ والله طبعا ده ما يعني ما كان زي ما احنا مخططين، لكن زي ما قلت ظرف حتم علينا أنه احنا في بداية حياتنا نبدأ مع الأسرة، وبعدين خطط أنه يعني ننتقل لبيتنا برانا إن شاء الله. يعني اضطرينا يعني هم نقضي الفترة الأولى مع أهل زوجي، اللي هي فترة يعني هي فترة السنة ونص دي، إن شاء الله بعد فترة ما طويلة هنرحل في بيتنا برانا. نمط الحياة سيف مع أسرتك وإنت فرد لوحدك وغير متزوج يختلف عن وضعك لما تكون متزوج ومقيم مع أسرتك. بعض التغيرات طرأت على الوضع، تكلمنا على الوضع اللي كان. والله تغيرات كثيره طبعا. يعني ما زي اول ما انا كنت، يعني بتفصيل اكثر. والله كثير يا نسرين، يعني كثيره خالص. يعني اقول لك شنو، يعني تغيير كبير جدا جدا. يعني هل اصبحت اكثر حساسيه مثلا في التعامل مع افراد الاسره باعتبار انه في شخص اضافي بقى معاهم، متحسس اكثر للشخص اللي انت ضميته ل يعني فوق ما تصوري حساسيه زياده عن اللزوم، يعني في التعاون وكذا كفرد جاي جديد بالنسبه للاسره يعني. ودي حته لحد هسه يعني الا ارتاح حته انه ارحل زي ما قلت لك نشوى ان شاء الله في رمضان بالذات، يعني انا حنرحل في بيتنا الجديد. صفيه، انت في وقت من الاوقات كنت موجوده لوحدك وساكنه، وكان معك اثنين من اخوانك، ومؤخرا اصبحت موجوده في بيت اهلك. تكلمين عن اختلاف الوضعين، وفي اي وضع انت كنت مرتاحه اكثر وحاسه بتصالح مع الوضع؟ في البدايه فعلا كنت معي اخواني ومعي في اسرتي، يعني كنا في الامارات، ويعني كنا مع بعض، يعني هم معي يعني كانوا كويسين، يعني عايشين كلنا كويسين مع بعض وكده. لما جيت هنا يمكن أكون هنا كنت متحملة المسؤولية بتاعتهم هم بس، يعني فكنت دائما يعني بكون مراقباهم، إذا تأخروا بسأل عنهم كده، يعني كنت مسؤولة منهم. طيب يا صفية، بتتفق معي أنه وضع وجود أخوان مع زوج حتى إذا كان في قرابة بشكل أو بآخر، يعني ما بيكون حساس شوية؟ ممكن تكوني متحسسة من أي تعليق، ممكن تكوني متحسسة من أي كلام قد يبدو من زوجك حتى لو كان من غير قصد. كيف قدرت تتعاملي مع الوضع ده تحديدا؟ والله زي ما أنت قلتي في قرابة، يعني زوجي اللي هو ولد خالتي وديال ولاد خالته أخوانه يعني، فما كنت حاسة إنه في تغيير، وهو ذاته ما كان حاسة إنه متغيير، فبالعكس يعني كنا عايشين في حال عادي. في حال عدم وجود قرابة بتفتكر الوضع بيكون كيف؟
إذا بالنسبة لأخواني مع زوجي والأخوان يمكن يكون الوضع مختلف. إحنا نشوف رأي زوجك محمد الفاتح، يعني من استقرار في بيت زوجية منفصل لاستقرارك في بيت الأسرة وتحديدا أسرة الزوجة، كيف كان تغيير الوضع؟ والله زي ما ذكر الصفية أنا ما شعرت بأي تغيير، لأنه زي هو عايش معنا من بدري وأحد بعرفهم معرفة كاملة، وجيتهم معي هناك كانت بالنسبة لي يعني أفادتني كثير. يعني مثلا بالنسبة للأولاد أنا أكون جاي من الشغل تعبان، هم يكونوا موجودين يطلعوا الأولاد بيلفوا معاهم، لو يحتاجوا يمشوا مستشفى يمشوا أي حاجة بيكونوا معاهم برضو. يعني شيء خفف مني أعباء كثيرة جدا في الأسرة، وأنا ما يعني الواحد ما شعر بالعكس، كنت شاعر بأنه يعني مرتاح مطمئن أكثر. نشوف أزهر وشادية قبل ساكتين وما سمعنا يعني أي كلام حول الموضوع منهم. أزهر، أنت بتشوف إنه العلاقة ما بين الزوج وأسرته هي قوية سواء كان هو مقيم معهم أو بعيد منهم؟ أنا ما مرت بالتجربة دي، يعني أنا مجرد ما تزوجت استغليت بحياتي الزوجية وببيتي، وما صدف سكنت. هل خططت لي كده من الأول؟ نعم نعم، يعني أنا من هل إشكاليات أنت كنت على علم بها من الأول إنه قد تحدث بوجود زوجة وسط عائلة كبيرة؟ نعم نعم، بمعنى شو؟ بمعنى أنت من الأول بتشوف حوالينك المجتمع شكله كيف، ونحن أسرة ممتدة ضخمة جدا جدا، وأبوي متزوج أكثر، يعني أنا عندي أخواني أولاد أبوي وعندي أخواني أشقائي، والأسرة كبيرة موجودة، وبشوف الحاجات ما تحسبا لأنه أنت تستغل بحياتك الزوجية بعيد موجود مستقل تماما. أنا خططت على كده، وإن كان لاحقا مرت بي ظروف بعد ذاك، أنا يعني والدة شادية سكنت معي فترة طويلة جدا وأخوتها، يعني ظروف كده، يعني كان حصل الظروف مرت بالأسرة بأسرتها الممتدة دي، يضطروا إنه يكون نحن قاعدين كلنا في بيت واحد. ما كانت في ما يعني ما كانت في مشكلة، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى إن إحنا خططنا لشيء، لكن لما حصلت الظروف اللي هي معرضة لها أي أسرة سودانية بكده، أنت لازم تتوائم وتتوافق مع الظروف الظروف الجديدة والمستجدة. ما كانت في مشكلة، وما يعني استطيع ان اقول انه مرينا بالتجربه بنجاح بدون أي هزات. اي لا خالص. شادي، انت كان عندك دور كبير في تنفيذ القرار الاول بانكم تنفصلوا بمعيشتكم، هل كنت حريص على هذا الشيء؟ والله يعني يمكن اي بيت لما تتزوج تفكيره بكون انها تعيش حياه مستقره، يعني لا في كثير من النساء بيكونوا حابين انه يقيموا حتى مع اسرهم. والله دي اعتبار انه قد والدتات مدليه المساعده في تربيه الابناء حتى في امور منزله، خاصه في حاله لما تكون في ظروف، اي في ظروف بتحكم كده، لكن لما الزول يكون ما عنده ظروف بيفتكر انه لما يعيش حياته براو بيقدر يرتب حياته ذاته. عشان كده يعني ما في ظروف انت تعيش حياتك، بعدين لو استجدت الظروف بيبقى بعدك برضو انت ممكن شنو تغير حسب الظرف الحاصل. يعني زي ما قال سهري، يعني احنا كنا عايشين حياة مستقرة برانا، لكن بعد ذاك في ظروف حكمت، مثلا جات والدتي او جاء اخوه او كده، لأي ظرف قعد معنا، فبعد ذا نقوم يعني نهيئ على حسب الظرف ده، والحمد لله زي مرينا مش بنجاح بامتياز كمان الحمد لله. نحن في فترة الاستقلال يعني ما حصل، نحن نادر جدا يكون في سنة ما كان في زول قاعد من أسرتي أو من أسرتها موجود معنا في البيت. إحنا مستغلين أي صح، لكن الأسرة الممتدة دي موجودة معنا. يعني طوالي بيكون في واحد من أخواني موجود، في واحد من أخوانا موجود، وفي واحد كده، يعني ما حصل. أنا أذكر في طيلة 22 سنة بتاعت الزواج بتاعتنا دي إنه نحن كنا تماما قاعدين برانا كده، ده يعني فترة طويلة من الزواج، سنتين ثلاثة، ما حصلت. لكن بيت براه منفصل بعيد من أمي بعيد من أبوي، لكن يعني أنا ما بتصور لي أسرة سودانية طبيعية سوية كده ده تنفك من الأسرة الكبيرة الممتدة، لأنها أصلا من الأول كده، يعني من الأول الأسرة الصغيرة دي دود عم دود وخالد ده أسرة عشائرية. الزول لما يجي يتزوج أول حاجة بيسأله بيقول له ده أهله منه ودي أهله منه، وقبل ما يسأله هو شغال وين، والله بيجي يكسب كم، والله كده والله. فالناس بتزوج، ما زلنا متمسكين بفكرة زواج الأسرة بالأسرة وليس الزوج بالزوجة فقط. لا نحن أنا مش بقول أنك متمسكين، لكن بقول لك ده واقع حالنا، يعني ده نحن كأسر كشادية كأخواننا موجودين معنا ضيوف دير،
الأسرة السودانية كده بيتزوج زوجته بيتزوج معها أبوها وأمها خواله وعمامه كلهم صحيح. كلهم يعني ده كده ده ما بنقول إنه دي عيب يعني سالب ولا بنقول دي إيجابي بالكامل عندها إيجابياتها وعندها سلبياتها يعني أكيد. طيب دكتور معاذ يعني واقع الحال في الارتباط بأفراد الأسرة الكبيرة والممتدة في السودان على غير بقية الدول فيه حميمية كبيرة جدا وفيه إصرار دائم على التواصل بمختلف الطرق. حقيقة أنا حابتدي بأنه كل زوجين تزوجوا يعني بيكون من 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 معتقداتهم تكوين الأسرة لأنه بطبيعة الإنسان المسؤولية جزء من المكونات النفسية الأساسية للفرد وتكوين أسرة من مكونات الشخصية الأساسية لدى الفرد أن يكون أسرة خاصة به وأن يكون مملكته. الأسرة الممتدة شيء جميل إذا كان في وعي إذا كان في نظم بتاعة تعلم معرفة حدود التعامل والتدخل بين كل أفراد الأسرة كمان لها مخاطر إذا ما كان الوعي كافي لأنه بنكتشف أنه الخصوصية يعني الملكية الخاصة دائما يعني إذا كان نحن إذا أخذنا النص الإسلامي في أنه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا بالتأكيد أسرتكم ما هي الأسرة بتاعة الطرف الآخر ربما يكون المعتقد الأنشئ فيه وبعض التصرفات السلوكية البسيطة تختلف من بيئة لأخرى وقد تخلق حساسيات في أنه كل زول عايز يثبت هو الأصحى وبالتالي تقبل الأسرة للسلوك ده بيكون بهذا الشكل. هل هم متفهمين؟ احنا دائما بيقول يعني اذا انت عايز تتزوج اسال تخيروا لنطفكم تخيروا لنطفكم دي هنا فيها كلام كثير جدا احنا حندخل في جوانب فيه علميه عن الوراثه وحندخل فيه عن جوانب سلوكيه في العلم كثيره جدا تتفهم ثقافه الناس تتفهم حاجاتهم. طيب اذا بدر السلوك ده هل نحن نحترم هذا الراي ام ينتقد لانه احنا ما بنعرفه؟ تبقى بعد الأسرة أنا بقول إنها ممكن تكون نعمة الأسرة الممتدة وممكن أن تكون نقمة إذا كان هناك وعي بأنه الطرف الدخيل الجديد علينا في الأسرة ده عشان إحنا نحتويه محتاج لفهم عالي جدا محتاج لأسرة راقية جدا في التفكير وفي التطور الثقافي وإنه هل نحن يفترض نعدل تجاهها ولا هل نحن هي تعدل تجاهنا أما نحن نخلق التوافق بهذا الشكل. واحدة من مشاكلنا عدم احترامنا للزمن وعدم احترامنا لمهنة الشخص ومواعيد عمله والتزامه بنفتكر انه الأسرة او المجتمع الممتد او أسرتك الممتدة اهم من اداء وظيفتك. يعني احنا عندنا ثقافة في السودان انه في العمل بتحصل وفاة الناس بيوقفوا الشغل بيركبوا عربية العمل بيمشوا يقعدوا لهم 3 ساعات ويجي يقولوا الحي يبقى من الميت. ثقافة متناقضة جدا في حين انه اصلا يتوفى حقيقه في من قام بالواجب ما في ما يمنع انه تنتهي من موعد عملك وتمشي تكمل المجامله لانه اذا انت ما انجزت حيطلع على حسابك اذا قل الانتاج وفصل الناس من العمل تكون اول المفصولين. فما قاعدين نحسبها كده بنحسب الاجتماعيات على حساب تطور مجتمعنا ذاته في حد ذاته. أنا عشان كده بقول انه المجتمع داير وعي الأسرة الممتدة محتاجة لثقافة عالية جدا في إنها كيف تتفاعل ومتى تتفاعل. إذا زوجة زي ما ذكر أسهري طلقوها هل الموضوع ده لازم حسن أقطع شغلي وامشي ليه ولا ممكن بعد الشغل يعالج؟ لكن بيقول ممكن يكون راجع تعبان جدا وطوال يقوم يطلع ويمشي يلحق. طيب لو قال لهم ادوني فرصه بعد ساعه انا بقدر اصلكم ممكن يكون هناك مشكله انه اسهري يسموه شخصيه بارده وما بيتفاعل مع المشكلات. يا جماعه التفاعل مع المشكلات ما فيه اضرار. يعني دائما احنا لما نتفاعل مع المشكله نزعل المشكله بدون خسائر لكن اذا كان علاج المشكله بدخلنا في خسائر يبقى ده علاج ما سليم. بيعالج مشكله وبيدخل مشكله ثانيه ده ما العلاج الحكيم. هي لكن دكتور مرات بيحصل شنو؟ في الشيء الطبيعي اللي بيحصل شنو؟ انك انت بتكون جزء من المشكله دي.
يعني ده احساسك في اللحظه دي، يعني انت ما يعني بالنسبه لك مش الرضا انك بتعمل الحاجه دي وبس، لا انت بتكون صاحب المشكله. يعني اذا كان في زول عيان او زول مريض او زول حصل له حادث وقصدوك انت تحديدا واتصلوا بيك واخبروا، يعني قصدوك انك سايب، لا يا اما الولد الكبير ويا اما ود العم الكبير ويا اما الجار احيانا كده، نحن ما بنقسم الجار المعروف اللي بيحق الناس على الطارئ. يا جماعه اذا كان في شخص في حاله الطارئ انت ملزم ان تقوم ان تنقذه، لكن اذا كان الموضوع ممكن ان يحتمل، يعني مزالة الطلاق ممكن ان تحتمل ساعتين زياده عشان انا اطلع من الشغل او انا اجي اقدر، انت ذاتك لو جاي من الشغل تعبان وانت ما هادي لا تستطيع ان تكون حكيم في علاج مشكله، بالتالي بيبقى انه تعبك ما جاب نتيجه لانك انت تعبت مرتين ما قادر تضيف، لكن انت اذا ارتحت تستطيع ان تفكر. وده احنا واحده من حاجات الضغط النفسي بنتكلم انه الضغوط النفسيه اذا انت كنت مرهق ومتوتر لا تستطيع ان تجد الحلول، لانه يا جماعه في هرمون في الجسم يسمى الكتالامينات بتنشط الخلايا العصبيه في انك لو انت ريلاكس وسعيد في انه المشكله ان تحلها، نحب نقول ان ترى المشكله عباره عن تحدي يجب علاجه، لكن اذا كنت مرهق وما قدرت تفكر بترى انه المشكله عباره عن تهديد، ويفرز هرمون يقول لك والله انا مخي قفل ما قادر افكر ذاته، وكلنا قاعدين نخوض نفسنا في الحته دي، والله انا راسي شطط راسي والله قفل، لانه ما قاعدين نكون هادين بنتفاعل اكثر عن الطبيعي لحد انه ما نقدر نتصرف. حقيقه بتجي في لمات كبيره بتحاول تلقى الناس بيعالجوا، لكن معالجتنا للمشكلات هي ذاتها هل هي حلول جذريه ام مكمدات؟ تعتبروا الموضوع لحد هنا انتهى؟ انتهى يعني شنو؟ واين العلاج في ذلك؟ انه دائما معالجاتنا اللي بنقعد فيها ما حلول جذرية بل نعتبر الموضوع انتهى وما في زول حرم تاني يتكلم، دي ما علاج ده تخدير، أنا بسميه تخدير. عشان كده بقول لك المرة اللي فاتت اجتمعنا والناس في الآن اللي اجتمعنا معهم 10 مرات دائما هم في مشاكل لأنه ما كانت في معالجات، لأنه الناس ما طلعت بحاجة كان في تخدير لمشكلات. طيب نحن حنواصل حوارنا في مختلف هذه الاتجاهات، وبنذكر إنه الأسرة المثالية اللي حتكون معنا اليوم موعودة بطقم سفرة مقدم من قناة الشروق، وعندنا مجموعة من الاستطلاعات أجريناها مع الزوجات بعيدا عن أزواجهم نشوفهم قالوا شنو. أخوانه ما شاء الله فكثير منهم يعني جوجروا كانوا يكونوا معاي في البيت، لكن أنا بقى معاي يعني الوافدين الناس اللي بيجوا للقراية سواء كان والله حتى كمان ما من الأهل، يعني مرات من الأصحاب من كده من العلاقات الثانية، يعني بيختلفوا الناس وبتختلف الظروف الاقتصادية ذاتها يعني بتحت الناس، فالزول دايما الظرف الاقتصادي صعب بالتأكيد بتلقوه ما قادر، يعني ما حصل أنا مرات يعني ممكن يتحسس لما يكون في عدد كبير من أسرتي قاعدين في البيت، يعني براي بتحسس جواي، لكن هو خالص ابدا يعني هو دائما برحبوهم ودائما بتعامل معهم تعامل جميل جدا. يعني والله بشوف انه لو قاعده معهم يعني لما احسن لي ما اكون براي، لكن لو هو قاعد بيختلف طبعا ممكن يعني يكون برانا، ما في حاجه شاذه كده تخلي الزول يتضايق او انه ما يلقى راحته. لما انا يعني عارفه انه الحكايه دي يعني لقدام حتتغير، يعني خدت في راسي انه ما اكون قاعده كده طوالي، يعني على امل ان شاء الله يعني أسس بيتنا برانا إن شاء الله، يعني ما وضع دائم طبعا. لو ما نكون يعني أنا وزوجي بيكون أريح، معي أخواني يعني كانوا في البيت وكده، لأنه أصلا هو زوجي هو ودخالتي يعني زي ما تقول أهلهم أهله، يعني الفكرة فكرته أنه في البداية إحنا نقعد معاهم وكده وكان مرتاح معهم شديد، يعني أنا كنت يعني في بيتهم باخد راحتي يمكن أكتر من أكون في بيتي. مرحبا بكم من جديد في برنامج الأسرة المثالية، وحديثنا يتواصل عن العلاقات مع أفراد الأسرة الكبيرة وفي رمضان تحديدا. يعني استمعنا قبل شوية لمجموعة من الآراء، آراء الزوجات بعيدا عن أزواجهن، وصفية كانت بتقول إنه حاسة إن الوضع واحد، يعني سألنا إذا كان هي في مكان زوجها محمد الفاتح هل ممكن يكون
تعامله مع الوضع هو نفسه، ما تحسي انه في اي تحفظ في حياتها مع اسره الزوجه، هي تجاوزت الامر تماما باعتبار انه في قرابه اصلا موجوده، الا انه هي بحس الحساسيه قد تكون باقيه في كثير من الاحيان. محمد الفاتح، رايك شنو في راي صفيه؟ والله رايي هو طبعا الواقع ما في اي تغيير، لانه يعني الواحد من رمضان ورمضانات قديمة الواحد بيفطر معهم وهم بيفطروا معانا، يعني ما تغيرت حاجات كثيرة، ما إنه هم فترات طويلة كانوا يعني ما أبوها كان بتنقل كثير، يعني ما عشنا مع بعض إحنا فترة طويلة، أو كان بيجوا إجازات طان السنين الأخيرة اللي هو تقريبا هي في من المتوسطة جات استغروا بالصفة دائما كان معنا في بربر. لكن ما في يعني هو بتشعر انه في مجتمع جديد عشان تشعر بإحراج ولا تحرج في اي حاجه، في دخول مطبخ، في عمل حاجه متعودين عليها وهي متعوده عليهم. ما هي الحياه ما كلها يا جماعه مطبخ وورثه ومعرفه باطراف الاسره، الحقيقة تكون فيها بعض التفاصيل اللي ذكرت منها نموذج مثلا نشوى، قالت انه بتحس حتى التغيير في لبسها، انه هي مضطرة اليوم كله تكون لابسة لبس معين باعتبار في وجود محارم في البيت. فالوضع بيختلف عندكم يا نشوى وسيف. بالضبط. رأيك شنو في الكلام اللي قالت سيف؟ لا كلام سهل صح. هل حصل فكرت في حاجة زي دي انه ممكن تكون مصدر قلق بالنسبة لي؟ والله يا اخ فكرتها، عشان كده انا حرص انه هو حياتنا الجايه دي انه تكون منفصله تماما، يعني حتى اريحها يعني فعلا مصدر قلق شديد يعني. طيب انا لاحظت انك انت كنت مندمج جدا مع الكلام اللي بتقول فيه، وكانه اول مره تسمعه، كانه اول مره تشوف نشوه حتى يعني. والله فعلا صراحه نادي كتومه ذاتها يعني مشكله هي كتومه، فانا ما ندش، لكن الحاجه دي اساسا جواه وكده يعني. فزي ما قلت لك رايته احنا في بدايه الحياه ومنتظرين ان شاء الله في هذا رمضان ان شاء الله احنا الواحد بيكون فصل تماما يعني. لكن ما بيبعد من الاسره الممتده يعني. لا هو الانفصال بالمعيشه ما بالضروره هو بعد من العائله يعني، الارتباط هو الحاجه الثانيه كلها يعني، وسيظل طالما هي المحبه موجوده والحرص على التواصل موجود. بالنسبه لشاديه كانت بتقول انه في بعض الاحيان بتكون في مشكله لما يكون العدد كبير خالص، والحساسيه بتكون اكثر في حاله وجود اطراف الزوجه اكثر من اطراف الزوج، لانه الزوج هو اللي بيكون ماسك الميزانيه اكثر تحت البيت مثلا. اسهري فاهم الميزانيه دي من البدايه ما عندي مع شغله خالص يعني، انا من البدايه بجيب الماهيه بقول له دي الماهيه، بدا البيشيت بتاع الماهيه عملنا منه كده عملنا كده، ده بقى القروش. وهي هي شغاله، هي شغاله يعني، هي مش قاعده في البيت، هي من تزوجتها هي شغاله معلم. فالمصاريف وتصريف الامور البيت دي بصراحه كده لفتره يعني جزء كبير جدا منه هي بتتولى امره شادي يعني، ما بتولى امره انا يعني. طيب الحساسيه جايه من وين برايك؟ هي من وجود اسرتها اكثر من وجود الاهل. تخيل انه لما نكون من اهلها موجودين عدد من الناس موجودين، انا يعني هي بتتحسس من الوضع ده على اعتبار انه انا قد اتضايق منه. لكن هي بتعرف انه انا ما بتضايق من الحكايه دي، هي اقرت بالحاجه دي انه انت بتحب الضيوف جدا وبتحب الناس جدا ومضياف في كل الاحوال. وما انا بعرفهم يعني، انا قبل ما اتزوج بعرفهم معرفه سطحيه ما معرفه كبيرة يعني، وبعد ما زوجتهم بعرفهم وبعرف يعني أنا أصلاً من الأول عندي تصور في شكل الأسرة السودانية من قبل ما أتزوج، عندي تصور حولها يعني، إنه أنا بالضرورة يكون عندي أخوان زوجتي وأخوان وأمها وخالاتها، وتقبل هذه الأسرة يعني تقبلتها قبل ما أتزوج وحتقبلها يعني بعد ما أتزوج يعني. ودي لا فكاك يعني، ما في أسرة سودانية عندها فكاك، من الأسرة الغير طبيعية هي اللي ممكن تكون فيها مشاكل زي دي. الموضوع ده علاجه يعني ما فردي يعني، في ظروف الناس الفردية ممكن تقدم مساعدات على حسب إمكاناته يعني، ممكن في زول يكون فقير ما عنده إمكانات ما عنده، ويكون عنده علاقات جيدة مع الأسرة الممتدة دي
وما يقدم لهم يعني مساعدات مادية، لأن هم يعلموا إنه ما عنده قدرة، لكن عنده يعني مش مسألة مشاعر، لكن الزول السوداني الموقف اللي بيوقفه في اتجاه القضايا المختلفة بتاعت الأسرة، الناس التانية تقبلوه، ما بالضرورة الناس وقروش يعني في الأسرة الممتدة دي، ما بالضرورة بس أنت لازم يقول لك حاجة تقوم تطلع تدفع يعني. دكتور معاذ، أنت استمحت في الأول لآراء الزوجات واستمحت بعد ذلك لآراء أزواجهن، وعايزين نسمع رأيك أنت كمان حول ما سمعت. طيب واضح إنه سيف ونشوى الاثنين حساسين جدا. ما شديد هو. هاي الاثنين حساسيته مفرطة، والاثنين يعني إنه يكونوا أسرة براهم ويعيشوا براهم، أنا بفتكر إنه أفضل لهم كثير جدا، عشان ما يكون في تحسس، عشان ما يكون فينا يعني حتى لو نشوى حاسة بأشياء كثيرة جواها وخايفة منا وكاتماها، يعني ربما تتوتر اكثر، وبعدك ينعكس هذا الشيء على العلاقه، ينعكس على التعامل بتاعه. وسيف ذاته زول حساس جدا ومقدر هذه الظروف، وانا بفتكر انهم هم ساعين وردي يعني مشكلتهم ماشيه على الحل يعني. انا طبعا سعيد جدا انه انا اسمع اسهري دائما متصالح مع الحاجات بشكل كبير يعني، وقادر يفصل انه ظروفه الخاصه بزوجته وحياته والاسره الممتده وشكل التفاعل معاه، ومرتاح جدا يعني، ما ممثل له اي اعباء، لانه قادر يخد كل حاجه في 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 حجمها الحقيقي يعني. زوجته حساسه، شيء طبيعي انها تهتم بزوجها وإمكانياته، وإنه في ناس كثيرين داخل البيت، ده شيء طبيعي، كل الناس حتى لو أخوان في البيت بيتحسسوا منه يعني، ما لعشان هم زوجين بس، النقطة بتاعت إنه أنا الناس كثيرين معاي من أهلي، حتى لو أنت جيت في البيت ومعاك أصحابك كثيرين ممكن تتحسس من الوضع، لكن أنا بفتكر إنهم متصالحين جدا وعارفين هم بيعملوا في شنو ومخططين كويس جدا. حتى من جات الخطط تلقائية. حتى الخطط هي جات تلقائية وانسجمت، لكن يعني سعيدين بها وقادرين يتعايشوا بها وما ممثل لهم أي مضايقات. محمد الفاتح وصفية، أنا زي ما ذكرت في البداية هو أصلاً أسرة واحدة، ما في زول حاسس بأنه في شيء جديد أو غريب، لكن ده قد يكون لوحده مصدر إشكال يا صفية، يعني أنه تحسي أنه ما في مشكلة، أنه الحياة ماشية، وين الجديد، وين وين حتى التجديد في الحياة الزوجية، وين الحماسة، وحكرر كلمة الحماسة دي أكثر من مرة. محمد الفاتح. والله صفية طبعا هي بنت خالتي، لكن إحنا ما تربينا مع بعض، ما تربينا في بيت ولا في مدينة واحدة. صفية بحكم عمل والدة كانوا متنقلين، يعني أنا تربيت من أنا صغير في أسرة ممتدة، مع بالنسبة لي من هربوي يعني، تربيت مع عمامي ومع عماتي في بيت واحد كله، أنا جدي كان كله البيت ده مقسم كله يعني 8 4 بنات و4 أولاد. صفية دي ما كانت، كانوا هو متنقلين، كنت في حتات معينة، هسه بنات عمي ده أنا ما تزوجت منهم، بنات عمي وبنات عماتي كانوا في نفس الحوشة، كان حسيتهم أخواتك زي أخواتي واحد. لكن صفية دي يعني ما شفت يعني، زمان بيجوا إجازات وهم صغار يعني، الواحد ما جو استغروا إلا بعدين تقريبا، كانت في المتوسط في ثالثة ولا في رابعة، عشان كده يعني حياتها قبل ما كانت معاي يعني، ما كنا عايشين مع بعض، ما كنا هناك يعني، يمكن لو كانت عايشه معاي في نفس البيت ما كنت تزوجتها. بترتبي يومك كيف؟ يعني انت موجوده وعندك التزامات حتى تجاه افراد اسرتك الموجودين معاكم في البيت، بتحاولي تصليهم كيف؟ بترتبي عموما البرنامج، بتخطي خططك بهذا الشكل؟ والله في البدايه يعني ببتدي في بيتي، باعتبار انه عندي الاولاد وحيطلعوا المدارس، ده في الوقت بتاع المدرسه يعني، غير انه يكون في اجازه، بيبتدي لغايه ما اعمل لهم اجهز لهم يعني حاجاتهم تحت المدرسه، ولغايه ما هم يطلعوا، بعد كده بمشي في الجانب الثاني بالنسبه للجزء في ابوي واخواني، ببدا اعمل لهم في حاجه برضه، هم حيطلعوا يعني حيمشوا للشغل وكده اخواني، ببدا برضه اعمل لهم الشاي واجهز لهم لغايه ما هم يطلعوا، بعد كده ما بتكون في مشكلة، لأنه البيت في بيتي ما بيكون في زول يعني، حتى محمد بيكون طلع، أخواني طلعوا، بس بيكون في أبوي يعني، بكون موجودة مع أبوي
بالجانب بتاعه على اساس انه بشوفه عايش شنو يعني محتاج لشنو بقعد معاه وكذا. شادية انت في رمضان عموما بتميلي انك لافراد اسرتك تحديدا وليس الضيوف بشكل عام انك تصليهم ولا تعزميهم عندك في البيت؟ انا لاحظت اللي حساسيتك شويه في الجانب. والله احنا تعودنا بنقوم من يجي رمضان بنعمل برنامج بتاع زيارات بتاع الافطار يعني مجموعه من اهل اسهل ومجموعه من اهلي بنحطهم في لسه كده نوزعهم لانه بنقول يعني في الفتره بتاعت تصلهم انتوا ولا تعزمهم عندكم؟ بنصلهم وبعدين بنعزم برضو. عندنا كان برضو نظام انه بنعزم العيله يعني كده اسره اسهل مثلا خالاته اولاد خالاته وخواله هنا بيكون عندنا يوم مفتوح ديل كلهم بيجوا يفطروا عندنا برضو من عائلتي ده غير انه شنو الناس اللي بيجوا براهم يعني كده براو زول برغبته بيجي يفطر عندك يعني فيعني بنبرمج كويس يعني رمضان. طيب في وجود ناس معاكي بشكل مستمر بتضطري انك تجهزي اليوم وجبه الافطار قبل ما تطلعي وبعدها تجهز الفطور يعني انا بقول لك حاجه الناس دائما بيكونوا معي ما قاعدين يضايقوني يعني ما بتضايق او بكون منزعجه انه لازم اعمل له هنا بياخذوا راحتهم يعني الحاجات بتكون متوفره الحمد لله في المطبخ يعني هم براهم بيدخلوا بيعملوا الحاجه دارين يعملوها والحاجه اللي شيل الزول بحسابها ناقصه بيجيبها. احنا طالعين فطور بس انا واسهري بيكون عارفين مثلا احنا طالعين فطور يا جماعه الفطور مثلا كده بيكون مرتب وجاهز يعني بيقوموا بيرصوه يعني ما قعد تضايق وان انا طالعه واكون منزعجه انه ما جهزت الفطور هنا لا بيجي كيس وبعدك الناس اللي قاعدين في البيت تسجل لهم صوت شكر انه هم قاعدين يشتغلوا لها لا ما هم ماخذين برضه راحتهم يعني انا كمان مديان راحتهم ما كان انت كنت بتحبز العكس يا اسخري انه هي تجهز لهم حال ومترتب لهم قبل ما تطلع. لا والله رمضان ده بالنسبه لنا يعني نحن لانه الواحد اثناء السنه بيكون جاري ومرات كثيره جدا بيكون عنده ضعف في صله الارحام نحن دائما بنعتبر رمضان ده المناسبه بتاعت انه نصل ارحامنا الذين لم نصلهم في فترات بتاعت غير كده وهو كان يعني شهر بطبيعته بيتحمل الحكايه دي يعني. بدري لما كنا برالمه يعني كنا ما قاعد نفطر في البيت يعني انا اذكر تماما انه رمضانات الاولى كنا تقريبا يعني اكثر من كم 20 يوم بنكون فاطرين برا البيت ما بنفطر في بيتنا ما عندنا اطفال ما عندنا اي حاجه عداك المساله عدلت هسه هي زي ما قالت يعني من يجي رمضان عندنا مجموعات يعني في مجموعات بتاعت اصحابي في مجموعات بتاعت المهندسين في مجموعات بتاعت الناس اللي في الشغل في مجموعات العائله الكبيره الممتده دي لازم يعني لازم العائله الكبيره دي الممتده لي انا ولاهله لازم ده يوم بتاع افطار يعني. نحن سمعنا رايكم هنا وسمعنا رايكم وانتم براكم بعيد من زوجاتكم وخلوا المشاهدين يشوفوا بتابع. يعني انا متربي في وسط عشائري وفي بيئه اصلا الاسره من الاول بتتكون على الاساس ده ما قاعدين نرسم في البيت خريطه بتاعت ده حركه سيد البيت وده حركه ما سيد البيت يعني ده ما معناته انه ما عندنا خصوصيه يعني كل زول عنده حتى الناس الفلوس المبتدا اللي قاعدين معي في البيت ده عنده خصوصيتهم انا ما بتعدى عليهم وخصوصيتي ما بتعدى بعدين احترموا احترام شديد جدا يعني انا موفق توفيق كبير جدا في انه انا عندي زوجه بتكتسب رضا الاسره المبتدا دي. والله انا راضي كل رضا عن الاسره المبتدا الاسره الصغيره قد يكون فيها بعض الاشياء كده يعني هي راضيه لكن في اشياء كده برضو يعني بتكون حافظاها جواها كده لكن انا بعض مرات برضو بكون بين نارين يعني بكون بين نارين. والله طبعا الاسره الصغيره والاسره الكبيره ما بينفصلوا يعني ما 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 في اي حاجه ما في مضايقات والله لان هسه الاسره الممتده هي اسرتها نفسها عشان كده هي بتكون مرتاحه اكثر يعني لو كنت ممكن انا في بيت الاسره الممتده بقت اسرتي انا ممكن تكون شويه يعني فيها تغيير بالنسبه لي يعني. استمعنا لاراء الازواج حول حياتهم مع زوجاتهم وحول ارائهم في علاقاتهم مع الاسر الممتده. سيف بيقول انه بين نارين شاديه وازهري
بحس انه تركيز اسهري اكثر على انه يرضي الاطراف المختلفه من الاسره، لكن هو متناسي لحد كبير العلاقه الخاصه ما بينه وبين زوجته. يبدو انه متصالح جدا محمد الفاتح مع الوضع الحالي، فانا كنت عايزه اشوف اراء الزوجات حول كل اللي استمعوا لهم من ازواجهم. نبدا بك يا نشوى. ما هي نزلت العرس بين نارين دي في شنو بالضبط السي؟ يعني هتكلم في حته الاولاد وتربيه الاولاد، يعني دي واحده من الحياه اللي لازم اخذها في حسابه لما يكون عايز يسكن في بدايه حياته مع اسره زوجه. يعني بيخاف من التدخل للاهل في تربيه الاولاد، ودي حاجه يعني الطبيعيه في الاسر السودانيه، دائما بتلقى الحبوبه، لا ما تهبش الولد، لا ما تساله الولد، لا ما تاكله ده، لا ما تلبسوه كده، لعيه ما تعملوا له كده، يعني تدخل بكون طوالي يعني، والحاجه دي مقلقه للزوجه. يعني انا بكون يعني عندي حاجتي اللي بعملها، مثلا حاجتي اللي عايز البسها لي، عايز اعمل لها كده، ما عايز، لا بكون كل زول عنده راي، الجيد عنده راي، الحبوبه عندها راي، والعم عنده راي، كل زول راي وبراو. وفي النهاية تلاقي روحك انت مشتت، يعني تعمل شنو عشان ترضي منه ولا تسكت شنو ولا يعني ما يعني يعني انت بين نارين، وسيف بين نارين، سيف ما بين انه يرضي نار رضا زوجته ونار رضا اطرافه من اهله. ويعني ما يعني واحد في النهاية بيعمل الحاجة اللي بتريح الناس وبينسى نفسه. يعني ما شايفة يعني الراحة في الحياة في الحكاية دي بالذات. أنا بتضايق يعني بجد بتضايق، ما بحب زول يتدخل في الحاجة اللي أنا بعملها. أنا ما قاعد أسأل زول في حاجته، فما بزول يسألني، أنا قاعد يعني بعمل حاجة براحتي بدون يعني بعيدة منه حياتي الخاصة، ما يعني ما بحب زول يتدخل فيها. طيب أزهري، برضو إحنا استمعنا لرأيك وقلت كلام كثير حول إنه حتى شادي قدرت إنه تبني نوع من العلاقات الوطيدة جدا مع أهلك، وقد تصلهم أحيانا وأنت تكون حتى ما موجود، ولكن وقفت كثير في عبارة قلتها إنه ما قاعدين نحدد الخصوصية، إنه دي والله مكان ناس البيت وده مكان الضيوف، الأشياء كلها متاحة للجميع. أي نعم عندكم خصوصيتكم كزوجين في مكانكم الخاص، إلا إنه بقية البيت اليوم مطلق الحرية في إنه تصرفوا كما شاءوا. الحاجة دي تعامل شادية كيف معها؟ أنا عايز أحب يعني أستمع لرأيك بصراحة. والله أنا تعاملي عادي جدا، يعني زي ما قال، يعني هما البيت لما أي زول يلقى في مكان بياخد فيه راحته ما بتكون فيه مشكلة. أصله دايما لازم تكون في حاجات مشتركة، يعني مثلا المطبخ هو أصله رحنا الأسرة يعني، وأدي لك الأطراف المعانا، يعني المطبخ واحد، الصفرة واحدة، بنقعد كلنا بنتناول الوجبات على حسب يعني ما وجودنا، يعني بالذات في أيام الإجازة الناس كل الوجبات بتكون مع بعض. وبعدين كل زول يعني حسب وضعه ما أخذ راحته، يعني إحنا ما حاسين بأنه مضايقين. أنتوا اللي بتبادروا بدعوة أطراف أسركم لأنه يقيموا معاكم، عرفتوا أنه في شخص جاي في الجامعة مثلا، خلاص نحن ياريت تجي تقيموا معانا، ولا دي بتكون بناء على أطراف أسركم؟ والله دائما بتكون على الظرف، يعني أي زول داير يقعد ويعيش حياته في أسرته، إذا كانوا طلبة دايرين يقعدوا مع أبهاتهم ومهاتهم، ده الوضع الطبيعي. وإذا كانوا من أسرتها الوضع الطبيعي إنه يكونوا قاعدين مع العوائل. هل بادر أهاليهم بإنه والله يا أسهر إحنا بنوصيك على أولادنا ديل، ولا أنت اللي بتكون صاحب المبادرة الأولى؟ أول حاجة أسهل مثلا أسهل الناس الساكنين موجودين معانا كويس، هم يعني أخوتها، ويعني دي الأسرة، يعني من بدري جدا أمهم الله يرحمها كانت قاعدة معي، والله أنا كنت قاعد معي، أنا ذاتي أحب أن أقول أنها كانت قاعدة معي، يعني لأنه أنا في فترة برضو كنت قاعد معهم في بيتهم. فأخوتها موجودة معي، تاني معي طالبة بتاعت جامعة، هم أصدقانا ولا 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 نفسنا ترحب موجودة بيناتنا، يعني هو أبو والدة كان صديقي وما زال، هم موجودين في كسلة وهي قاعدة معي بتقرأ في الجامعة، قاعدة معنا موجودة في البيت، يعني ده ظرف. وأخوتها طبيعي ده يعني ده بيقى بيتهم، ده بيقى بيتنا، يعني أخوتها دي بيقى بيتهم. يعني أنا يمكن التساؤل عايز أوجهه لدكتور معاذ بعد ما استمعنا لآراء الزوجات حول كلام أزواجهم، يعني في منظومة قيمية مجتمعية
مرات تتغلب كثير على ما يقوله الشرع، على ما يقوله الدين، على ما تقوله العادات والتقاليد. يعني وضع وجود قريب زوجك مثلا معك في البيت وانت زوجة، وقد يكون زوجي في كثير من الأحيان هو ما موجود، هل الوضع ده طبيعي؟ مهما كان نحن مرحبين دائما بالضيوف، بنحبهم، بنحب نكرمهم. يعني في كثير من العادات أنا حس لو تحدثت عنها، يعني تبسمك في وجهك صدقة، لكن إحنا عندنا التبسم عيب في حد ذاته، بقى مكافح. الرجل يفترض يكون صار وشه مكشر عشان يثبت رجولته. ننسى أن الرجولة تعني الحكمة، ما صرط الوجه ولا العنف في حد ذاته. دي واحدة من أعرافنا، يعني حس الناس كلهم بيقولوا والله فلان ده ما لقاش صار وشه، يوم واحد ما سمعنا بيضحك معناه مزول جدا. ده حتى ديننا ما قال كده، ما قال كده. في حاجات كثيره جدا انا قاعد اتحدث عنها في مجتمعاتنا دي. النظافه من الايمان. لما نجي مارقين بنمارس النظافه، لما نجي راجعين بنقلع النظيف، نلبس هدوم البيت، انه البيت ده زي النظافه فيه ما من الايمان. في معطيات كثيره احنا قاعدين نتعامل بها بجهل شديد جدا يعني. ودي نموذج لتربية فيها مشكلة كبيرة جدا. أنا قاعد أتكلم حسا مما الباب يخبط، الضيف ده لازم يقفل له دقائق عشان يجروا الملاية ويرفعوا المعارف شنو خدتوا الحاجات، بيفتحوا للضيف الباب بيلقى البيت منظم جدا. لكن هل ده النظام أصلا موجود؟ ولا الناس ده بينظموا عند الضرورة، وبالتالي بيقوم طفل ما بيعرف النظام إلا وقت الزروح، لما نزول يخبط حتى يشيلوا الحاجات. يعني ما الروتين بتاع البيت هو النظام. ودي مشاكل كثيرة جدا في مجتمعاتنا يفترض ننتبه لها، في كيف نحن بنغري السلوك ويكتسبوه الصغار. يعني الأم بتلقاها يعني بيقول لك لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، طالعة من المطبخ مليانة دقيق مليانة، وبتزعل الولد انت ما استحميت ليه؟ الطفل عقلته محدودة جدا بعيله، ولكن استحميتي برضه تعتبر دي قلة أدب، لكن ما بتشرح لها المنطق. وإحنا من اللطيف من يعني من دائما إحنا بنتكلم عن إنه المطبخ ما يدخل إلا زور نظيف، إنه المطبخ بيمثل لنا النظافة في حد ذاته، إنه الطعام الطفل لما يشوف الأم في المطبخ بأحسن ما عنده بعد دي بداية النظافة، لأنه ده المربوط بصحة البيت كله. حتى إنه بنقدر نربي النظافة والنظام شكله مشي. التربية ما هي التلقين بقدر ما هو النموذج اللي بيشوفه الطفل. ما دل نحن أنا عشان كده قلت ما زالت التعلم والوعي. هل نحن متعلمين ولا واعين لما نمارسه؟ التعليم جزئية، لكن الوعي أكبر من التعليم في حد ذاته. كثير جدا مننا متعلم لكن لا يمارس التعليم بالوعي، بالممارسة الحقيقية. مشكلة كمان إنه التعليم يرتبط بالكم ما بالكيف. يعني أنا ما أقرأ إلا عشان أجيب قروش، لكن ما بتعديل سلوكي، ما بتطوير ثقافة مجتمعي. حتى لما الطلبة حس في الجامعة الواحد بتقدر تزرع بالكلية ديها وحتشتغل شنو، ما حتأثر في قيمك وفي سلوكك وفي تطورك قدر شنو، بقدر إنها ما حتجيب كم. يبقى لو بحثنا عن الكم حننسى الكيف، وإذا فقدنا الكيف فقدنا قيم كثيرة جدا. والإنسان ينمو كمًا وكيفًا. الكم لا يعني القيم. أنت بالنفس لا بالجسم إنسانة، ما بشكلك، بطرق تعاملك، بقيمك، بأخلاقك، بسلوكك، حتى تجد المكانة الاجتماعية. ودي مشكلة كبيرة جدًا. أنا أتمنى أن كل المجتمع يلاحظها ويراعيها، في أنه كيف نخلق قيم إيجابية، كيف نخلق تنشئة إيجابية. لأنه أنا بفتكر إذا كان سيف ونشوة هم بداية أسرة جديدة، لو ما مارسوا هذا السلوك حيطلع نش بيعاني من ظروف صعبة وضغوط كثيرة جدا. عشان نعلم النظام وتنظيم الوقت، واحدة من حسة واضح من الحديث عن مشاكل الأسرة الممتدة إنه بتمنع تنظيم الوقت. أنا بفتكر الأستاذة شادية يعني استطاعت أن تنظم وقتها، ذكرت في نظام وفي خطط لأنها هي ذات موظفة شغالة والمجتمع اعتاد عليها وقدرت تبرمج وقتها. لكن البقية يعانوا ما يعانوا لأنه ما شغالين، بعد ده بيبقوا يفترض أن يستعدوا في أي وقت ولأي زمان ولأي مكان لخدمة، يبقى لخدمة الأسرة ممتدة. يبقى النظام ذاته بقت فيه مشكلة، ينكسر في أي لحظة، ما في التنظيم. وقت الراحة 200 ووقت العمل 200 ووقت اللعب 200. في الأسرة الممتدة إذا ما كان الناس عاملين زي شادية
يعني ده ما دعوة للعمل فقط بل دعوة للنظام إنه تصبح عملية التنظيم مشكلة. ودارين نربي طفل منظم لكن بنلقى إنه كل الأشياء ممكن أن تنكسر. بيبقى إنه الأولوية ما للزمن يعني ما في مشكلة إذا يزول بيت عندك مشوار أن تعتذر يعني دي جريمة في حقه رغم إنه ممكن تضيع مسؤولية عمل كامل تجاه ضيف جاي زيارة. ما عندنا الوضوح الكافي بنجامل حتى على حسابنا الشخصي. يفترض أنا يعني مفتكرين في الأسرة الممتدة أنا ذكرتها في البداية ممكن أن تكون نعمة وممكن أن تكون نقمة إذا ما كان في وعي كفاية بأنه أنا متين أزور الناس لأن حسب بحجة الأسرة الممتدة ما في قيود بتاع الزمن الزيارة في أي وقت صح ومؤذية جدا وما تستطيع أن تتحدث لأنه حتحاسب بها. مشينا لو أدان إحساس بأنه مارك مشكلة كبيرة جدا. صفية أنت يمكن الوحيدة اللي ما سمعنا رأيك حول كلام محمد. يعني شفنا نشوة قالت شنو بين نارين ليسير. محمد قال أنه بالنسبة له الوضع عادي وأنه مرتاح فيه وما حاسي أنه متضجر من حاجة. طبعا زي ما هو قال أنه في تكافل اجتماعي يعني هم إحنا إذا هم محتاجين لحاجة بلقونا جنبهم وإحنا نفس الشيء إذا في أي شيء يعني إذا طالعين مكان زي ما هو قال يعني بنكون مطمئنين إنه الأولاد معهم. إذا كان في أي موضوع يعني ممكن تستشيروا واثق إنه بدوك رأيهم يعني في حاجات كثيرة إحنا بنستفيد منهم وهم بيستفيدوا مننا عشان كده الوضع بيكون مريح ما بيكون فيه مشكلة. زي ما انت قلتي هو متصالح مع الوضع الحالي لانه اصلا وضع ما فيه مشاكل الحمد لله. يعني انا قاعده مع منه ومع اخواني ومع ابوي ما بحس بتغيير في حاجه يعني حاسه كانه حتى كانه انا في اسره صغيره. ليه؟ لانه ما متغيده بحاجه يعني ما بكون اليوم كله عامله حساب انه ممكن في زول غريب او زول ممكن اكون ألبس حاجة معينة زي ما كانت نشوة بتقول يعني بل بالعكس مرتاحة جدا معاهم لأنهم يعني جنبي. إذا هم محتاجين حاجة بقدر أعملها لهم لو أنا محتاجة نفس الشيء يعني مع بعض ما في أي مشاكل الحمد لله. أنا بأكد أنه في النهاية حتى كلامكم ده ما بيعبر عن أنفسكم وعن تجاربكم فقط وإنما يعبر عن شريحة كبيرة من الناس ممكن تكون مشابهة لتجربتك أو لتجربة أزهري وشادي أو لتجربة سيف ونشوة. نحن عشان نكون قريبين أكثر من الناس ونحاول نتعرف أكثر على تجاربهم واستطلعنا مجموعة كبيرة من الأسر السودانية. نمشي نتابع مع بعض نشوف قالت شنو. علاقة يعني علاقة طيبة دائما علاقة السودانيين الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة والزيارات الحمد لله متواصلة متبادلة والإنسان يكون سعيد غاية السعادة لما يكون موجود بين أفراد الأسرة الكبيرة. أتمنى يعني كل الناس تعيش مع بعض والإنسان يكون سعيد غاية السعادة حتى ولو حصلت يعني بعد الاحتكاكات الناس كمان ما تتجاوزها. في رمضان بتقوى العلاقات بين الأسر وفي أسرنا دائما في الإفطارات الجماعية والصلات مع بعض. طبعا أي زول بيحب يعني إنه يكون عايش حياته مستقر فيعني الزول ما بيرفض وجوده مع الأسرة الكبيرة لكن برضه يعني الزول دائما يعني متاعب الشغل والحياة والجري في النهاية الواحد بيكون بيته ده يعني الحاجة المأوى الوحيد له فبيحب يعني يرجع يكون مرتاح يعني بيكون في خصوصية أكثر وكذا. يعني في رمضان تواصل أكثر من يعني أكثر من الأيام العادية. يعني أنا بحبز إنه أن الإنسان الحياة الزوجية بدأ براو يعني ولا أهل أم ولا أهل أبو لأنه دي أحيانا بتجيب مضايقات أو فيها مشاكل. للعلاقة مع الأسرة في رمضان يعني علاقة بتكون مربوطة بجميع الأسرة
بصورة يعني متواصلة، لأنه رمضان هو شهر كريم فيه زيارات أكثر. والأسرة الصغيرة بتستفيد من الأسرة الكبيرة من كل تجارب الشخصية اللي مرت بها الأسرة الكبيرة، وفيها تراحم بالنسبة ليهم. أنا جربتها، يعني جربت إنه أنا أكون براي، جربت أكون مع الأسرة، فاللمة حلوة. نحن كسودانيين ومجتمع سوداني، الناس بتحب اللمة، الجد والحبوبة والعم والخالة. يعني واحد من الناس ساكن في بيتنا ذاته مع الأسرة الكبيرة، لكن يعني برضو ما بيمنع إنه أنا بواصل باقي الأسرة هنا بالذات في رمضان. تابعنا مع بعض مجموعة من الاستطلاعات تشابهت في بعضها واختلفت في البعض الآخر. ودكتور معاذ، يعني عايزين آراء تحليلية حول الكلام اللي استمعنا له، ومعظمهم كان بيدور حول يعني علاقات الأسر السودانية مع الأسر الكبيرة كيف بتكون، وخاصة في شهر رمضان كيف شكل زياراتهم، كيف شكل تواصلهم بيكون، هل بيختاروا ساعات محددة، بيفضلوا أوقات معينة إنه حتى يستضيفوا فيها ناس من خارج أسرة صغيرة. هو كان في كلام جميل جدا وحوار جميل جدا، وثبت كلامنا نحن تحدثنا عنه عن الزيارات والمواعيد وشكل انه هل انا يعني الاستاذه اللي كانت بتتحدث انه في رمضان بتفضل انها تدعم لانه ممكن يجي بقوها ما في، ممكن يجي بقوها في وما مستعده ليهم وتخش معهم في حرج، يعني قصه يلوموك برضه هي مشكله. ال 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 واضح انه السودانيين كلهم يحبوا انه يكونوا ناس اجتماعيين، ودي حسنه كبيره جدا، حاجه جميله جدا، لكن مع ذلك واضح انه محتاجين لحبه تنظيم في انه نخلي اجتماعياتنا ذات راغيه ما تكون مصدر لخلق المشكلات. من الواضح انه كثير جدا من اللوم بيحصل نتيجه لانه نحن عايزين نكون اجتماعيين لكن اشياء ما مرتبه، دخل الناس في بعض الحرج الاجتماعي اللي يكون هو مصدر مشكله رغم انه نحن دايرين الالفه والمحبه. في تقييمك منو هم اللي بمسؤولين الاسره المثاليه معنا اليوم؟ عايزة أستمع بتفصيل يعني حول أراكم في الشيء اللي سمحتوا له قبل شوية. والله أنا بشوف أنه تغني أي حاجة لما تغنينا بتكون ممتازة، طبعا بتكون حاجة مثالية. يعني زي ما قال زيارات في السودان زمان بتذكر عندها أوقات معينة، يعني زمان من الساعة 1 ولا من 2 ما في زول بيزور نزول لحد الساعة 5 الساعة 6. هسه اللي لاحظتها إنه الزيارات كلها بقت في الوقت من الساعة 3 لحد الساعة 5، يعني دي كان زمان ما في زول بيزورك فيها مطلقاً. دي هسه حاجة ما عارف أنا جديدة جات، زمان ما كان في، حتى زمان نظام حياة كثيرة شاعر إنه تغيرت. صفية رأيك شنو؟ والله أنا بشوف يعني زي ما هم قالوا في الاستطلاع إنه الناس هيئت نفسها بالنسبة لمسألة إنه الناس بتجيك بدون مواعيد. يعني انت بتكوني متوقعه، يعني انا بكون مثلا من بدايه اليوم من الصباح بكون متوقعه بيجوا ناس، فبكون مستعده للحاجه دي انه حيجوا ناس. نفس الشيء يعني بكون متوقعه انه ممكن تحصل حاجه انا اطلع، يعني حاجه مرهقه الواحد يتوقع الناس في طول هي فعلا حاجه متعبه، يعني زول بيكون لكن شنو لازم يتهيئ ليها. اثر لسان حاله بيقول لكم طيب يا جماعه ما يجوا في اي وقت، مرحبا بهم وحبابهم. أنا دا أقول إنه الناس ذيل ما في فرق كبير بين الكلام اللي قالوه والكلام اللي إحنا قلناه هنا ده. يعني هو نفسه هم قاعدين في المجتمع السوداني، إحنا قاعدين في المجتمع السوداني، وهم أسر ممتدة وعندهم إحنا عندنا هون أسر ممتدة. دا أقول إنه أرجع للكلام اللي قبل قاله الدكتور، إنه نحن فعلا محتاجين لزيادة من الوعي في المجتمع، في المجتمع ده داخل الأسر. نحن لازم يكون نلعب دور في إنه الأسر الممتدة دي تكون فيها الجانب الإيجابي منها نحتفظ به، والجوانب السلبية اللي هي شنو الجوانب السلبية؟ يعني هسه مثلا تحت دعاوي الأسرة الممتدة ممكن تلقى في ناس اتكالين، يعني ناس يكونوا اتكالين، ده عمه بيديه قروش وده خاله بيساعده وهو ما في، في حين انه نحن عندنا مجتمعات بعينه موجودة معروفة انه انت لو ما اشتغلت خلاص ما في زول يساعده. ايش رايكم حول الاستطلاعات؟ والله يا اخي انا بانه يعني الزول خاشي يا هو زي بقول فرز لي عيشتنا من الأسرة الممتدة وخاشين على بيتنا، فحقيقة يعني نروي للفكرة دي كبيرة اللي رتب من فأنا الحاجة اللي عايشها كل الأزواج هنا أنا حقيقة داري عيشها، يعني
يعني ليش يعني زول الطباخ حقت الضيوف ولا حقت السكنه حق الضيوف والضيوف المفصل ده خلاص ولدي خلاص الحمد لله لكن بالضيوف يعني دار عيش الحاجه ذاتها يعني على الاقل الواحد يحس شي حيلك يا في طباخه جدا ما عندي مانع لكن بس حكايه الزياره والمواعيد دي مهمه جدا دكتور معاذ نحن استمعنا تقريبا لكل اراء الموجودين معانا واستمعنا لعينات ايضا اخذنا من الشارع السوداني عايزينك تطلع لنا بمحصله نهائيه حول معطيات وتفاصيل الأسرة المثالية اللي حتكون نموذج يحتذى به في هذه الليلة. بس قبل الدكتور ما يبدأ بس عايزة أقول كلمة أخيرة. يعني أنا ما ضد التكافل الاجتماعي لكن يعني بشوف إنه مهما كان يعني مهما أنا حاولت يكون عندي خصوصية في بيتي معي ناس ما حقدر يعني. برضو في يعني في نوع من الخصوصية حتى لو كان معي زول واحد ما فكرت في كلامك الأخير شكلها يا سيف وعايزة لا بجد يعني لا يعني الوضع اللي كانوا يعني بيعيشوا أسهل أي صعب شديد بالنسبة لي أنا شايف إنه مهما كان يعني بتحاول تأخذ خصوصيتك لكن برضو في النهاية ما بعتبر خصوصية كاملة بالنسبة لي. دكتور معاذ حقيقة أنا دائما في الوضع الصعب في الاختيار لأنه دائما معي أسر يعني ذات جودة عالية بالشفافية بتاعت الحديث وبمن يعني اكتسبناه من نقاش وخبرات إذا كان حكمي صادراً فهو وفق معطيات ترتكز على العلمية التي تؤدي إلى تطورنا وأنا بفتكر إنه أي شيء دخله العلم كان يعني نعمة في إنه يضيف الجديد أنا سعيد جدا بكل الموجودين لكن أنا تركيزي حيكون على أخونا أسهري وشادية للإنسجام التام وللتوافق والتخطيط الإيجابي وقصة إنه هو ما عنده خرطة المشتركة. ما عنده خرطة يفصل بها الحاجات لكن هو فاصل حاجاته أوريدي وعامل خرطته ودفن في حد ذاته وأنا بفتكر هو مهندس ودائما بيتكلم بلغة الخرط لكن هو أجاد التخطيط وهذه نعمة كبيرة جدا انك تلاقي برضه مهندس اقول انه اصلا يعني من الصعب جدا انه انا ادعي والله اقول انه انا اسره مثاليه لانه يعني انت ما دام موجود في هذا المجتمع السوداني وبهذه الاسره الممتده وبالتشابك والتعقيد الموجود في هذا فانت يعني زي ما قالت الاخت يعني انت فعلا لا تستطيع ان تجد خصوصيتك 100% في ظله لكن أنت تستطيع أن تسجل معها وتتواهم مع الحكاية دي وتستطيع أن تحولها إلى حاجة غير مرهقة تتعامل معها وأنا أفتكر أنك أنت خايفة بتخيل أنك أنت ما هتقدر على لكن صدقيني ما بمنع النقير بأنه أنت بتضحي في جانب ما وبالمقابل بتلقى جانب آخر بيرديك أكتر بيحسسك بأنه ده الخلاك أنت شخص كريم وشخص مضياف وشخص بتقدم الكثير والكثير لأفراد أسرتك ولكل معارفك إحنا بنهنيكم كثير أسهل شادية وسعدنا جدا بوجودكم معنا وسعدنا أيضا ببقية الأسر وسعدنا بآراء دكتور معاذ معنا اليوم وتتواصل نقاشاتنا ومواضيعنا الجديدة في كل حلقة من حلقات الأسرة المثالية إحنا حنقدم الآن شهادة تقديرية بداية لأسهل وشادية وأنتم أيضا موعودين بطقم صفرة تجتمعوا حوله أنتم وأفراد عائلتكم وضيوفكم حاولنا اليوم أن نجيب على عدة تساؤلات تدور دائما بخلدنا هل التواصل الحميم فعلا يكون عبر الزيارات ولا عبر إقامة ممتدة لفترة قد تقصر أو تطول مع الأسر هل التواصل الحميم فعلا يكون ماديا أم معنويا في رمضان تحديدا هل شكل تواصلنا بيكون مع أفراد الأسرة زايد عن الحد المعتاد ولا بيقل نتيجة لنمط اليوم الشاق ومع زيادة العبادات في هذا الشهر الفضيل عموما خرجنا بأشياء جميلة ومفيدة من كل الآراء الموجودة معنا اليوم وخاصة عبر الأسرة المثالية اللي قمنا باختيارها أسرة سيد أسهري وأستاذة شادية وبنقول لكل المشاهدين اللي بتابعونا وكل أفراد الأسرة السودانية دائما تامين ولامين بألف خير وعافية نترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم.